الويانج لاريس الموتوسيكل اللي غاب سنة بالظبط، يعني الدفعة الأولانية نزلت من سنة من شهر 8 اللي فات، والموتوسيكل ده نازل بس نازل بكمية كبيرة. للناس اللي محتاجة الويانج لاريس اتفرج على الفيديو ده علشان تعرف المواصفات الفنية، ايه التعديلات اللي نزلت في الموتوسيكل ده، والعيوب هقولك ايه العيوب اللي في الموتوسيكل ده، والسعر هقول لك السعر في الفيديو ده. بس اتمنى قبل ما نعمل اي حاجه ونتكلم في اي حاجه عن الموتوسيكل الويانج الار اس 250، يا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، ولو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات. طيب سعر الموتوسيكل كام؟ هقوله لك في اول الفيديو وفي اخر الفيديو، هقوله لك في اول الفيديو اهوت، بس يا ريت تدعمنا بلايك جميل كده علشان احنا بنفك. سعر الموتوسيكل ده في المعارض بيكون في رينج ال 32,000 جنيه، في ناس بتبيعه ب 32.5، في ناس بتبيعه ب 31.5، وفي ناس بتبيعه ب 32. فانا عرفت الناس في اول فيديو اهوت سعر الموتوسيكل كام، علشان اكتر تعليق بيجي لي هو سعر الموتوسيكل ده كام. انا قلت لك على سعره في اول فيديو اهوت واقول لك في اخر الفيديو. والموتوسيكل هنا بيجي بمحرك واحد سلندر 250 سي سي على كاتينه، 4 صباب، واحد عمود كما فوق مش 2 عمود كما، نظام حقن الوقود كربراتير بعكس النسخة السابقة اللي هي نزلت من سنة. النسخة اللي فاتت كانت نازلة انجكشن. وغيارات الموتوسيكل او نقلات الفتيس بيكونوا 6 غيارات، الاولاني تحت والباقي فوق ستاندر عالمي، والموتور مزود بحدافة اتزان او بالانسر مانع للذبذبة والرعشة. طيب نظام التشغيل في الموتوسيكل ده بيكون مارش فقط كهربائي، مفيش منافلة. طيب نظام التبريد، تبريد مية، في لادتير مية لتبريد المحرك، الشبكة اللي احنا شايفينها قدامنا ديت دي السربنتينة بتاع تبريد المية، يعني اللادتير. طبعا في مؤشر حرارة معاك في العداد فوق علشان تعرف حرارة الموتوسيكل معاك كام، وفي مروحة راكبة على اللادتير ده علشان التبريد، يعني هتاخد اعلى معدل تبريد. وشكمان الموتوسيكل بيكون نيكل بالكامل من الفرن من وش السلندر لحد اخر الشكمان ورا، في كفر حليه اللي احنا شايفينها الاسمر اللي قدامنا ده حمايه وتهويه للشكمان، والشكمان بيجي بفتحه خلفيه زي ما احنا شايفين كده، فتحه كبيره لان السلندر ده 250، فالطرد بتاعه هيكون طرد عالي. طيب الشاسيه، شاسيه مزدوج فوق الموتور ونازل برقبه قدام الموتور، يعني الشاسيه زي ما احنا شايفينه مزدوج فوق الموتور بالكامل، شاسيه قوي، شاسيه مستورد ما فيهوش اي مشكله خالص، ونازل برقبه قدام الموتور. مساعدين اماميه مقلوبه ومساعدين قويه جدا، الرقبه فوق والابق محملين زي ما احنا شايفين الرقبه عامله ازاي، محمله مربوطه بالمسمار الالنكيه، قطر المساعد محمل، والرفرف الامامي بيكون رفرف فبر. ننزل للجنط، الجنط ده في قلبه ريش كتير جدا لان الجنط برمق المونيا، والريش دي معصبه الجنط من الشفاف. طيب الموتوسيكل هنا بيجي ب2 اسطوانة امامية، وخزنة الباكن بتكون 2 بيستم، يعني 2 بيستم من الناحية دي و2 بيستم من الناحية التانية، 4 بساتم فرامل امامية، يعني خزنة الباكن اللي فوق اللي انت بتمسك منها فرامل المفروض الضغط بتاعها عالي عشان يغذي ال4 بساتم. الجنط الامامي بيكون 16 والكاوتش 70-110. نوصل للجزء الخلفي في الموتوسيكل، الموتوسيكل هنا بيجي بمساعد واحد خلفي في النص ومساعد قوي، يعني احنا شايفين السوسته بتاع المساعد او الضاغط عامله ازاي، مساعد تخين، مساعد قوي ما فيهوش مشكله خالص، لان انا جربت الموتوسيكل ده قبل كده وركبنا عليه 2 ومشينا بيه في المطبات ما كانش فيه مشكله. طيب فرامل خلفيه فرامل باكم، وخزنه الباكم هنا بتكون خزنه 1 بيستم او 1 ضاغط، والجنط بيكون 16 والكاوتش 70-140، واظن عرض ال 140 على المقص الخلفي على موتوسيكل زي ده كويس جدا. وطقم الجر 520، 520 ليه؟ لان الموتور موتور 250 سي سي فموتور قوي، لازم طقم جر يكون قوي. 520 ترس خلفي 37 وترس امامي 14 سنه. قصه معايا في المقص اللي احنا شايفينه ده، المقص ده تخش عليه من بعيد كده تحس ان هو مقص الومنيوم، لكن هو مش الومنيا، المقص ده مقص علب حديد بس فيه شغل وفيه فنيات، يعني شايفين المقص جاي من رفيع من ورا على تخين او عريض من قدام، غير الجزء شايفين عامل ازاي، تحس ان هو فيه شغل وفيه فنيات. عجبني انا المقص ده لانه مقص حديد وقوي، حتى القاعده بتاع المساعد اللي في النص محمله. الدواسات، الدواسات اللي السائق بيحط عليها رجله والراكب الخلفي، الدواسات ديت فيها فنيات وفيها شغل ومدينها خامات غير الخامات اللي احنا عارفينها خالص، شايفين الدواسه ديت
دوست الفرامل ودوست الغارات الناحية التانية معمولة من الحديد. بعض الموتوسيكلات بتلاقي الدواسة ديت ألمونيا، مجرد ما الموتوسيكل يقع على جنبه أو يحصل أي اصطدام أو أي حاجة تلاقي الدواسات دي بتتكسر، لكن هو عاملها في الموتوسيكل ده حديد. في حاجة عايز أوضحها للناس، دي رقبة الشاسيه اللي نازلة قدام الموتور، لكن الشاسيه مش كامل تحت الموتور، ودي معلومة حبيت أوضحها للناس. وعداد الموتوسيكل بيكون عداد ديجيتال كامل، معاك الار بي، معاك السرعة، معاك عوامة البنزين، معاك مؤشر الحرارة، معاك ساعة، معاك ساعة غيارات. الكونتاك هنا برضو مزود بسنتر لوك، يعني تقدر تصوجر الموتوسيكل من الكونتاك. كتل عادية خالص تقليدية، ما فيهاش اي اختلافات غير الكتلة الشمال اللي قدامنا ديت، مزودة بالزرار الرصاص اللي قدامنا ده، ده زرار انتظار علشان الموتوسيكل يبقى جاي بزرار انتظار. شايفين كتلة الباكم الأمامية عاملة ازاي، اللي هي بتاع الفرامل الأمامية، لما تيجي تمسك فرامل الأمامية كبيرة كده علشان تغذي خزنتين الباكم اللي تحت دول، اللي هم في قلبهم أربع بساتم أو أربع ضواغط. والفانوس الأمامي للموتوسيكل بيكون فانوس مدور، والإنارة بالكامل فيه نور الصغير والعالي والواطي، LED، والإشارات الأمامية LED. نوصل للجزء الخلفي في الموتوسيكل، فانوس الستوب بيكون LED وشكله صغير كده حاجة شياكة، والإشارات LED، والLED لمبات الLED أفضل من لمبات الهولوجين لأنها بتكون موفرة للطاقة وبتحافظ على البطارية وبتحافظ على طفيرة الموتوسيكل، لكن فانوس النمرة فقط هو اللي بيكون لمبة هولوجين. نوصل لأهم ثلاث حاجات، السرعة القصوى، الموتور ده بيخرج كام حصان، الساعة اللترية للتانك ده. الموتور ده بيخرج 22 حصان عند RB 6200، يعني عند RB 6 كده وشرطتين بيطلع 22 حصان. السرعة القصوى الكتالوج بيقول 125، لكن انا مشيت اكتر من كده بشوية. فيديو الجاي فيديو تجربة الموتوسيكل ده على الطريق، ما تنسوش تدعمونا بلايك وبالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. الساعة اللترية للتانك، التانك ده بياخد كام لتر بنزين؟ 14 لتر بنزين، ويفضل استخدام بنزين 92 فيما فوق، بلاش والنبي ال 80 يا جماعه. الناس اللي بتقعد تقول البنزين ال 92 ده وال 95 حامي على الموتور، يا جدعان ما تشغلوش دماغكم، حطوا 92 عشان تحافظ على الموتور بتاعك. طيب الموتوسيكل ده سعره قلت في اول فيديو 32.5 في بعض المعارض، وفي معارض بتبيعه ب 32 وفي معارض بتبيعه ب 31، وباذن الله بكره او بعده هنزل لكم بفيديو السعر الرسمي في الشركه كام. نوصل للعيوب، تلات عيوب ما عجبونيش في الموتوسيكل ده. واحد الجنط ال 16، الجنط الامامي والخلفي 16، وبصراحه انا كنت اتمنى ان الجنوط دي تكون 17 علشان الموتوسيكل يعلى عن الارض، لان قطر الجنط 16 اقل من ال 17. وده اخ من زوار المعرض كان بيتفرج على الموتوسيكل وخليته يركب الموتوسيكل ونصوره بحيث ان احنا نشوف حجم الموتوسيكل صغير ولا كبير، لان الموتوسيكل في ناس كتير بتتكلم عليه ان هو حجمه صغير، لكن زي ما انتم شايفين بعينكم موتوسيكل كويس مفيش مشكلة خالص، بس كنت اتمنى ان الجنوط دي تكون اعلى، كانت هتعلي الموتوسيكل عن كده. وبنشكر الاخ المحترم ده ان هو ساعدنا واحنا بنصور الموتوسيكل علشان نعرف الناس حجم الموتوسيكل قد ايه. طيب نوصل للعيب التاني، ايه العيب التاني؟ ان الفرامل مفيهاش نظام سيفتي، لا اي بي اس ولا سي بي اس، ودي حاجة بصراحة زعلتني. اقل واجب كان ينزل فيها سي بي اس، كان هتبقى بص حاجه جامده قوي مع الاثنين الاسطوانه الاماميه، لان الموتوسيكل ده لا فيه اي بي اس ولا سي بي اس، عشان حد طلع اتكلم قال ان هو فيه سي بي اس، لا هو مفيهوش سي بي اس يا جماعه. العيب التالت ان الموتوسيكل ده نازل كربيراتير بعكس الاصدار السابق اللي هو كان نازل انجكشن. هقول لكم على حاجه، الانجكشن كويس بس بيحتاج فنيين مختصين للصيانه، هو موفر وكويس جدا وسرعه الاداء بتكون اعلى، لكن الكربراتير سرعه اداء كويسه مفيش اختلاف يعني قوي، بس الصيانه بتكون سهله، يعني ان انت تروح لاي فني عايز اصين الكربراتير، عندي مشكله في الكربراتير، هيحل لك الكربراتير ينضفه ويقفله لك، لكن الانجكشن كنت لازم تروح لفن مختص. طبعا في ناس هتقولك ده عيب، وفي ناس تانية هتقولك لا مش عيب، في ناس بتحب الكربراتير وفي ناس بتحب الانجكشن. طبعا الاختلاف في وجهات النظر مش مشكلة يا جماعة، كل واحد له وجهة نظر. عيبين اتنين من وجهة نظر بعض المتابعين لنا على القناة، كلمونا في العيبين دول. ايه العيبين دول بقى؟ دي وجهة نظر بعض المتابعين، ان الموتوسيكل ده مفيهوش كرسي خلفي،
راكت، انه يحط عليه بوكس او يركب حد تالت وراه. طبعا ده مش عيب، لان احنا شعب بنحب التعديل وهنعدل، وهتلاقي في حد مركب عليه كرسي خلفي خلال ايام، لان الموتوسيكل نازل بكمية كبيرة. العيب التاني برضو من وجهة نظر بعض المتابعين، ايه العيب التاني؟ ان الموتوسيكل ده مفهوش منافلة. وطبعا انا بقيت شايف ان المنافلة دي في بعض الموتوسيكلات مش عيب، لان اغلب الموتوسيكلات اللي نازلة في الوقت الحالي في السوق المصري مفيهاش منافلات. يعني احنا لو هنقارن هنقول مثلا الموديل التي ان تي مثلا 250 فيه منافلة، لا مفهوش منافلة. هنقول الزانتوس 155 فيها منافلة، مفيهاش منافلة. كل الموديلات اللي من الفئات العالية مبقاش فيها منافلة، فده مش عيوب. اخر حاجة عايز اتكلم عنها في الموتوسيكل ده استهلاك الوقود. رتل البنزين بيمشي الموتوسيكل ده 27 كيلو، ده برضو كلام مؤكد من الكتالوج وعن تجربة. رتل البنزين يمشيك في الموتوسيكل ده 27 كيلو، فالموتوسيكل ده هتاخد قوة، لازم تاخد استهلاك بنزين، لان الموتوسيكل قوي، فالقوة اللي انت بتاخدها من الموتوسيكل ده لازم يكون ليها مقابل. اخر حاجة اتكلم فيها، انتظرونا الفيديو الجاي بإذن الله هيكون بالموتوسيكل ده على الطريق، وهنجربه ونقول لكم اداء الموتوسيكل ده عامل ايه من حيث القوة، من حيث الثبات، من حيث الفرامل. اتمنى من الناس الدعم واللايك وتفعيل زر التنبيهات قبل الاشتراك، يعني تشترك علشان تفعل زر التنبيهات، ولو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات وبإذن الله هنرد عليكم، وتقولوا لنا ايه رأيكم في الريفيو ده، وشكرا.